وشا. أنا بالنسبة لتيار الاستقلال أنا صديق شخصي للمستشار أحمد الفضالي، وهو فاجئنا بهذا المشروع اللي بيضم كم من الأحزاب وبيتبنوا سياسة من شأنها مساندة هذا الشعب والحرص على هذا الوطن الغالي. فمن هذا المنطلق أنا تحمست، بدأت أعمل لهم دعاية، وفوجئت إن الإخوان المسألة مش على هواهم، خاصة لما قلت في العديد من الإعلانات على شاشة التلفزيون إن هم هاجموا طيار الاستقلال وفتحوا النار وفي ناس ماتت. فكمان لما شافوني وأنا في العراق بنحتفل ببغداد عاصمة للثقافة العربية، ورحت أزور مرقد سيدي ومولاي الإمام الحسين، فقالوا لي أنت شيعي، ما أنت عند الحسين. طب أنا بروح، اللي بيروح الحسين هنا بيبقى شيعي. وكتبوا لي كده في الفيسبوك إحنا ساعة الغلط نطرطش زلط. ده علاقتي بطيار الاستقلال. أنا كنت عامل مشروعين الحقيقة. المشروع الأول رواية اسمها المحاكمة للكاتب الكبير يسري الجندي، إنتاج الثقافة الجماهيرية وإخراج الأستاذ عباس أحمد. هذا العمل لقى نجاح، لفت بيه محافظات مصر. وأنا بعمل احتفالية 6 أكتوبر كنت بلتقي بسيادة المشير طنطاوي وقائد التوجيه المعنوي. ففندم دلوقتي أنا كنت في القوات المسلحة، والقوات المسلحة في مولد النبي عليه الصلاة والسلام بيوزعوا علب حلويات، وفي العيد الكبير بيوزعوا لحمة، بيدوا إعانات في بعض الأحيان، وبتقام احتفاليات ترفيهية. فقلت له إيه المانع إن يبقى في عرض مسرحي بيقدم للجندي، وده ورد يبقى العرض المسرحي اليتيم في حياة مقاتل، لأن مش كل الجيش قاهري أو سكندري، في اللي من الجوع ومن الكفور أقل القليل، يبقى عنده قدرة على أنه يتذوق العرض الطيب ويقول أن هناك ما هو طيب وما هو غث في الفن. ووافق، وبدأت أعرض ولف المناطق العسكرية. وفي إحدى المناطق، ودي كانت المنطقة الشمالية هي في اسكندرية، إحنا ما بنخش منطقة عسكرية بنعرض فيها من 4 لـ5 أيام. العرض بيخلص الساعة 1 لأن القوات لازم ترجع لمواقعها قبل غروب الشمس. فخلصنا وبنلم بقى معدات المسرح، واللي رجع على الأوتيل اللي هو فيه بيلم شنطه عشان هنروح المنطقة الغربية. الساعة 5 بعد الظهر لقيت عميد جاي، وأحمد بيه سيادة القائد طلبك خير؟ أنا ما أعرفش. ركبت، خدتني العربية لمساكن مصطفى كامل اللي هي في سيدي جابر، في باب خاص جدا اتفتح، لقيتني قصاد باب المبيت بتاع القائد، وإذا بالقائد خارج بينشف إيديه، واضح إنه كان بيتوضى وحتى يعني لسه ما لبسش الشوز بتاعته. والمقابلة يعني كانت مدهشة، يا دي النور يا دي الهنا، نورت الدنيا، الدنيا كلها نورت. مقابلة استرعتني، يعني هذا الكلام لا يتنامى إلى سمعي إلا من حد من قرايبي، من أهلي، من صداقة حميمة. أنا أول مرة بلتقي، قال لي مفيش، اللي أنت عملته في الجيش أسعدنا، ولذلك أنا بقول لازم أحتفي بيك. قلت له يا فندم ما أنتوا عملتوا احتفال الصبح وكرمتونا. قال لا، أنت بالذات اللي أنت مقدمه ده فيبقى فيه عيش وملح بينا. فلقيته بيدعوني على مائدة العشاء، وقعدنا نتجاذب أطراف الحديث، وكلمني في كل مناحي الحياة. قلت له يا فندم أنت سودت الدنيا. قال لي ما هي سودة. قلت له طب والحل؟ قال لي هو بقى هو اللي حلها. كان سيادته في الفترة دي برتبة لواء قائد للمنطقة الشمالية العسكرية. دي اللحظة اللي جمعتني بسيادة الرئيس. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواتي. www.washwasha.org